وللمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، صفي لنا الأجواء الآن في أعقاب المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وأولى جلسات اليوم أيضا. نعم، تحياتي لك إيمان ولمشاهدينا الكرام. بالفعل ما زلنا في هذه المتابعة لما يدور داخل أروقة المباحثات والمفاوضات التي تتم في هذه القمة، قمة المناخ، بعد مد هذه الفترة لهذا اليوم، وبعد أيضا المؤتمر الصحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس هذه الدورة 27. المفاوضات تتم على قدم وساق ومباحثات ثنائية بين كافة الأطراف، وأيضا موائد تتضمن هذه المباحثات للوصول إلى الاتفاقات التي سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء الفرصة التي أعلن عنها السيد سامح شكري خلال هذا المؤتمر. ودعينا نتحدث في البداية عن المسودة والتي تتضمن والنصوص التي تتضمن قرارات ونتائج أعلن عنها أو أعلنت عنها رئاسة المؤتمر، متضمنة 99 بندا. هذه البنود تتضمن قرارات ونتائج المؤتمر سيتم التوافق عليها خلال هذا اليوم في الساعات المقبلة، ليتم بعد ذلك إعلانها بشكل رسمي وتكون ملزمة لكافة الأطراف بعد هذا الإعلان من قبل رئاسة المؤتمر. هذه البنود وهذه المسودة تتضمن بعض من ما هو ضروري في هذه القضية وهذا التوقيت تحديدا للخروج ببعض التوصيات النهائية الملزمة لجميع الأطراف. تأتي في صدارة هذه البنود الحاجة الشديدة والملحة لمعالجة طارئة للأزمات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، وذلك بطريقة شاملة ومتآزرة. لدينا أيضا ضرورة التأكيد على الالتزام بالانتقال إلى الانتقال العادل في العدالة المناخية، التأكيد على اتفاق باريس وهو المتضمن لدرجة الحرارة 1.5 درجة مئوية لكوكب الأرض ولا تزيد عن ذلك منعا لتفاقم المشكلات العالمية. أيضا التأكيد على التزامات قادة مجموعة العشرين فيما يخص هذه الالتزامات وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ. الترحيب أيضا بتقرير فجوة التكيف لعام 2022، تقرير الانبعاثات، تقارير الأمم المتحدة، تقرير أيضا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقارير العالمية والدولية الخاصة بالهيئات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأرصاد الجوية. أيضا التأكيد على ضرورة التمويل وأن تلتزم كافة الدول الصناعية الكبرى بتمويل الدول النامية والتي تأثرت نتيجة التطور والثورة الصناعية التي تقوم بها الدول الكبرى. أيضا الترحيب بما قام به قادة الدول في تواجدهم هنا في يومي 7 و8 من هذا الشهر، والالتزام بالتعهدات التي قام بها، والتأكيد والترحيب على ما قامت به الدول والتوافق بين كثير من الأطراف في هذا الصدد. 99 بندا تتناول أيضا إزالة الكربون، ضرورة الانتقال وتحول إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وذلك لتقليل أيضا هذه الانبعاثات التي تساهم في أضرار كبيرة للكوكب. والعالم ينتظر كما تحدث السيد سامح شكري، العالم ينتظر، والفرصة الآن لجميع الوفود والأطراف للتوافق لتحقيق طموحات الدول، سواء الدول النامية أو أيضا الدول المختلفة المتأثرة بهذه التغيرات المناخية، لأن الكارثة والأمر طارئ ويعود على الكل. أيضا لدينا بعض المباحثات التي تتم والنقاشات التي تتم من كافة الوفود المشاركة في هذا الصدد. لو تحدثنا أيضا عن بعض مما يدور داخل هذه الأروقة، الجميع ينتظر، الجميع ينتظر هذه القرارات وهذه البنود التي يتم التوافق بشأنها من خلال بعض الجلسات التي تتم داخل أروقة هذا المركز، مركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ. دعينا أيضا نتحدث عن أن المنطقة الخضراء قد اختتمت أيضا فعاليتها يوم أمس بانتهاء هذا المؤتمر، والتي كانت تتضمن العديد من الفعاليات التي كانت تصب أيضا في صالح هذه المنطقة الخضراء. يعني الجميع ينتظر هذه التوصيات التي سيتم الخروج بها في هذه الساعات القليلة المتبقية والتي ستعلنها رئاسة المؤتمر في دورته 27. أشكرك شكرا جزيلا سالي سالم، مراسلة التلفزيون المصري من شرم الشيخ.